تتأخرش يا أحمد، أنا مش مصدقة نفسي، أنا وأنت كده قاعدين وسط الناس. ليه يعني مش مصدقة يا بطل؟ أنت مراتي. طب والله العظيم لو أقدر أعمل أكتر من كده كنت عملت. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ونعمل كل اللي نفسنا فيه. إلا بالحق يا أحمد، كان في موضوع كده عايزة أفتحك فيه. والله يا بطل. يعني كانت شغلانة كده اتعرضت عليا، وكنت عايزة أنزل. شغل؟ شغل يا بطة؟ ليه وأنا قليل ولا إيه؟ اخسى عليا يا حبيبي، اتقطع لساني، ده أنت كبير الناس يا أحمد. أنا بس قلت أنزل أساعدك كده، أنت عارف أبويا ومصاريف علاجي. ولو، ولو يا بطة، أنا لو حسيت إن إحنا محتاجين حاجة أنا هتصرف. دي كانت شغلانة بسيطة، ده محل عبايات فتح عند سناني. بطة. طب خلاص. يعني ايه؟ فهمني، انت كنت بتفكر في ايه لما عملت كده؟ مصلحة كان لازم اقضيها، كانش في فرصة قدامي غير كده. على حسابي؟ يعني انت كنت واخدني مدخل ليها؟ كوبري صح؟ ما تحسبهاش كده، تحسبيها مصلحة وعد. كان لازم تقول تعرفني، وانا اللي اقولك ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش، مش تيجي فجأة كده من ورايا. وبعدين مصلحة ايه اللي بينك وبين موجة؟ انت تعرفها منين اصلا؟ مش لازم تعرفي، عشان خايف عليك. ليه؟ هو انت فاهم اني معرفش موجة بتشتغل في ايه؟ يا ستي تشتغل زي ما تشتغل، مالكيش في ايه؟ لا ليا، اما ادخلك حياتي واقربك من شغلي يبقى ليا، ولازم افهم كل حاجة. طالبة معاكي نكد النهاردة انت، مش كده؟ على فكرة انت ما ينفعش تتكلم معايا كده خالص. واحسن مني كمان. طب قول لي يا ابو خرزت، هي رحاب عارفه انت بتشتغل في ايه؟ تحب اقول لها؟ مش تعملي كده، مش عشاني، عشان ما تزعليش. ألف هنا وشفا حق ربيع. الله يهنيك يا معلم سلطان. تسلم ايدك يا أمونة، فكرتني بأكل أمك الله يرحمها. ألف رحمة ونور يا أخويا تنزل عليها. قول لي بقى يا معلم، أنت ناوي تديني فلوس قد إيه؟ فلوس إيه يلا، مش لما أعرف أنت هتشغلهم في إيه الأول؟ أنت من الصبح عمال تبص لي في كلام كده وما أنتش مراسيني على أي حاجة. ما قلت لك يا معلم، من ده على ده؟ يعني مش شغلانة بعينها. أنا أي مصلحة بتظهر قدامي بتكل على الله وأستخير وادخل فيها على طول. يعني انت تعتبر الفلوس كده متوزعه في كذا مصلحه، عشان لو مصلحه ما ظبطتش التانيه تشيلها. يا سلام عليك وعلى افكارك يا اخويا يا حاج ربيع، ربنا يحرسك يا اخويا من كل راضي. كلي كل امانه عشان ربنا يحرسك انت كمان. قول لي بقى يا حاج ربيع، الارباح هيبقى سيستمها ايه؟ صل على هيشفع فيك. على الصلاه والسلام. الباكو على 140 جنيه، يعني 14% في السنة، يعني أجعز بنك فيك يا بلد ما بيطلعهمش، وكله بالحلال وبمرضي ربنا، ولا فوايد ولا حجوزات. طب وهنتحاسب ازاي انا وانت؟ اللي بكلمك فيه ده خلص ما خلص ليك صافي، انا بقى برزق من وراه، يطلع بقى قليل يطلع كتير ده رزقي ونصيبي. ها قلت ايه يا ابو اشرف؟ والله يا مان هو الكلام حلو، بس ما تديني فرصة يومين كده أدور الحكاية في دماغي وأرد عليك. يا أخويا قول أمين بقى وتوكل على الله. وقبل ما نقول أمين الكلام ده يفضل بينا، الحاجات دي لما تتعرف بتتنظر وهيتلم عليا طوب الأرض، وأنا بيني وبينك مش عايز أفتح على نفسي فتوحة، هم قرشين أختي على قرشين جوز أختي وكده قريني.
ماشي يا حاج ربيع. ماشي. كويس انك صاحي. ايه في حاجه ولا ايه؟ لا بس كنت مش جالي نوم فقلت اجي ادردش معاك شويه. وايه اللي شغلك بقى يا نجمه؟ ده انت المفروض ما يبقاش في حد فرحان قدك. ده حقيقي. بس مواعيد بقى وتصوير وانا مش واخده على الجو ده خالص. هي كل حاجه في اولها كده، بعدين هتاخدي على الجو ده وتتعودي عليه. انا خايفه يا احمد، خايفه قوي. هي اللي بتقول الكلام ده؟ ده انت طول عمرك ضربها طناش. يمكن عشان كده محتاجه اخد وقت اهدى فيه شويه وافكر في كل حاجه عشان داخله عالم جديد. ساعات بحس اني عادي وساعات بحس اني متلخبطه، مش عارفه. انا حتى مش عارفه اقول اللي جوايا. كل حاجه في اولها بتبقى صعبه، هي الدنيا نظامها كده. بعدين لما بنشوف النتائج بيهون علينا تعبنا ده، وانتي ابتديتي تشوفي النتائج اهو. يعني اول طريق النجاح. تفتكر؟ متاكد. ايه رايك في اللي فوضى عمله في نفسه؟ خيبه وقله عقل، ما تطلعش من عيننا درج باليوميه. شمتان فيها؟ الشماته بتريح القلب، مع ان فوضى ده كان معلم كبير وقديم، ابن سوق على حق. اللي كان تحت ايد فوضى ما كانش فيه حد في السوق كله تحت ايده زيه. كان مسيطر، بيخلص البضاعه في الوقت اللي انا بامر بيه. شاطر. لكن هنعمل ايه بقى في قله العقل؟ ولا ايه رايك؟ ربنا يكفينا شرها يا ست الكل. ولو قلت لك ان انا عايزه اجربك تعمل ايه؟ يا نهار بركة عليا الحرام، كنت ظبطت السوق ظبطة، وكنت عكنين على الداخلية أيامها، وكنت زودت الطاق طاقين. ولما أنت جامد أوي كده معرفتش تسيطر على منطقتك ليه؟ يا ست الكل سأل على منطقتنا، هتلاقي زبوننا لا مؤاخذة طفشان من زبون فوضى واللي زيه، وبيجي لحد عندنا. ده غير إني عمري ما خدت منك بضاعة ورجع منها صباعة. ولو قلت لك إن أنا هديك ملك فوضى؟ أقول لحضرتك تسمي من غير ما تجربي، هتلاقيني سداد وهعجبك. ولو وقعت؟ هتحجب واقعد في البيت. ماشي. بتندهيني يا نصرة؟ اه يا حوبة. بصي يا اختي، اختاري لي لون من دول لحسن انا رايحة جاية عليهم طول النهار لما شفايفي باشت. اللي يريحك يا حبيبتي، ده على حسب ذوقك. يا بنت هي شغلتك ولا مش شغلتك؟ ما تنقي لي واحد منهم. ده احلى طبعا، لايقه على بشرتك وهادي. بس قولي لي من امتى يعني يا نصره؟ هادي ايه؟ قلت اجرب ولا انا راحت عليا؟ لا طبعا ما اقصدش، بس انا ياما لساني اتدلدل واقول لك جربي يا نصره وانت تقولي لا. زهقت يا اختي من قلت لا، قلت اجرب زي بقيه الناس. هو حلال ليهم وحرام عليا. عندك حق. كم واحد قفل على نفسه علشان خايف، فضل يبرر فشله ونجاح غيره بأن هو اللي صح وهم اللي دايما ماشيين غلط. بنستكتر السعادة والهنا وبنفتكر انه مش سهل. مفيش أسهل من إننا نعمل اللي احنا عايزينه، والحيطة اللي بنيناها بخوفنا وقلقنا لازم نهدها بكلمتين: أنا مش هخاف تاني ولازم أحب نفسي. يعني يا بنتي يا حب، لو كل البيبان مقفلة وانت اللي مقفلها بنفسك ممكن يكون ليها فتحة. كل اللي عايزينه اننا نتحرك خطوة لقدام ونفتحها وما نبصش ورانا تاني أبدا. صدقي صح، انت يا بنت جبتي النباهة دي كلها منين؟ ده انا مش بلحقك في الكلام. ما تشغليش بالك يا نصرة، الدنيا بتعلم، ولو ما عملناش بعالمها على رأي بوخارست هي اللي هتعلم علينا.